أستاذ عمرو تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. كنا قرينا بعض التقارير عن نقص بعض الأدوية وخاصة في أدوية السرطان، إيه حقيقة هذا الأمر؟ بداية أستاذ عمرو دعني أقول لك إنه مصر تعد من الدول المنخفضة في نسب الإصابة بالسرطان، إحنا متوسط الإصابة هي 152 تقريبا حوالي لكل 100,000 مواطن، بينما دول العالم أستراليا مثلا بتكلم على 468 مصاب من كل 100,000، نيوزيلندا 438، أيرلندا 373 مصاب، الولايات المتحدة 352 مصاب لكل 100,000. ده من حيث البداية. أما الشائعة الخاصة بنقص في أدوية الأورام فهي الحقيقة شائعة من حيث المتن والموضوع تدل على ما شائعة، لأنه ما فيش عندنا حاجة في الإطلاق كده اسمها نقص أدوية الأورام. أدوية الأورام تنقسم إلى قسمين، أدوية بيتم تصنيعها وإنتاجها محليا وأدوية مستوردة. الأدوية اللي بتصنع محليا إحنا المعدل الاستهلاك فيها مقارنة بالمخزون، إحنا عندنا مخزون شهرين كام الصنع ومواد خام تكفي لتصنيع 4 أشهر، يعني إحنا بنتكلم على شهرين موجودين وأربع أشهر قادرين على التصنيع. المواد الأدوية الأورام المستوردة بنتكلم على أقل مخزون هو 3 أشهر والمتوسط هو أو أعلاها 6 أشهر، يعني إحنا بنتكلم على من 4 إلى 5 أشهر ده مخزون أدوية الأورام المستوردة. فبالتالي مفيش حاجة اسمها مفيش أدوية أورام، لأن هي مش كلها مستوردة، وبالتالي في ما يصنع محليا، واللي بيصنع محليا عندنا منه جاهز ومعبأ شهرين وفي مواد خام 4 شهور، والمستورد أقل كمية في المخزون 3 شهور وأعلى كمية 6 أشهر، يعني المتوسط من 4 لـ5 شهور. فبالتالي الحاجات اللي نازلة على المواقع والكلام في هذا الأمر، حتى اللي هي المواد اللي هي بتاعت الكيمو ثيرابي أو الهرموني أو الحاجات دي كلها حضرتك بتقولي إنها متوفرة، يعني زي ما بقول لك كده المستورد منها أقل مخزون عندنا 3 شهور وأعلاها 6، المحلي في عندي شهرين مصنعين وموجودين و4 شهور مواد خام. أكيد. الدكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، بشكرك شكرا جزيلا.